حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن المصورين قال هؤلاء المصورون يؤتى بهم يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، أي من هذه الصور التي يتشبهون بها بخلق الله، أنها يعني تشبه خلق الله تبارك وتعالى، في تشبيه بخلق الله. فإذا كانت في تشبه بخلق الله تبارك وتعالى هذا هو هذه الجريمة العظيمة. أما إذا كانت الصور هي خلق الله، يعني تصور نفسك، تصور أهلك، تصور جماعتك، فهذا هو خلق الله. هذه اختلف فيها أهل العلم هل تحرم أو لا تحرم، مع اتفاقهم أنه لا يجوز تعليقها ولا رفعها ولا تمييزها ولا يجوز تجسيمها بمجسمات، يعني تماثيل أو ما شابه ذلك من الأمور. فهذا يقول هذا خلق الله. أما الذي يرسم بيده أو ينحت على الحجر أو ما شابه ذلك، هذا هو الذي يتشبه بخلق الله قولا واحدا، وهذا الذي قال له يعني ما خلقت.